السلام عليكم. كنا نستنى المحكمة الإدارية تنصفنا اليوم ولكن ما أنصفتناش. كنا مستعدين لكل الاحتمالات وعارفين أن ما يجي حتى شيء بالسهل في الوضع الراهن في البلاد. وفي ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلطات، وفي ظل التدمير الممنهج لاستقلالية القضاء، في معركتنا القانونية المتواصلة من أسابيع عشنا كل أنواع التضييق والتعطيل ومحاولات الإقصاء. شفنا السعي المحموم لهيئة الانتخابات باش تعقد الإجراءات وتزيد شروط مخالفة القانون الانتخابي وتعقد موضوع البيانات والشكليات اللازمة في التزكيات، ورغم كل هذا جوزنا كل هذه المعوقات. ولكن كان ثم سعي محموم باش تطيحنا وتطيح ملفنا بحجج واهية ومبررات خيالية. شفنا قبلها التمسك الشديد لوزارة الداخلية بحجب البطاقة على الثلاثة. شفنا تحريك الأبحاث في قضايا وهمية. واليوم هنا شفنا رفض الطعن متاعنا شكلا يتوانسة شكلا، بعد الخوض المطول في الأصل وإصدار حكم تحذيري وتنفيذه وإطلاع القاضي على كل التزكيات المستكملة والمرفوضة والمقبولة، وبعد التقارير والردود اللي بعثناها في الأصل، وبعد ما بينا للقاضي كيفاش الهيئة حاولت تغلطه وتتهرب من تطبيق أجزاء مهمة من الحكم التحضيري وتخبي معطيات مهمة، بعد كل هذا يطيحوها شكلا بعد التمديد في جلسة المفاوضة وتأجيل إصدار الحكم ساعتين. وشد عندكم، التمديد تم بشكل غير قانوني، بشكل يخلي القرار باطل، لأن جلسة المرافعة انتهت يوم الجمعة 10:30 بتاع الصباح، والمحكمة مطالبة بإصدار قرارها في أجل 3 أيام، معناها أجل أقصاها اليوم 10:30 بتاع الصباح. وقد تم التمديد ل 12:45 دقيقة، معناها أن خرجنا من أجل 72 ساعة وفتنا 74 ساعة. وهذا كله علاش؟ باش في الأخر يطيحوا العريضة شكلا. هو الرفض الشكلا يستحق الإجراءات هذه الكل والوقت هذا الكل؟ والله تمنيت يطلع حد في الجهات اللي تعطل فينا ويتحمل مسؤوليته قدام توانسة الكل، ويقول رانا نطبقوا في تعليمات بمنعك من الترشح، واربح راحتك واربح قدرك، راك مستحيل تكون على ورقة الاقتراع نهار 6 اكتوبر بقرار سياسي جاي من فوق. ولكن ما ثم حتى حد عنده جرأة والمصداقية باش يعملها. نعرف أوضاع بلادنا وحالة المؤسسات مليح 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 أكثر من أي جهة أخرى، ونعرف إيش معناها ضغوطات وتعليمات وخوف. وهذاك علاش شخصيا ترشحت باش نوضع حد لهالحالة الكارثية، ونرجع للمؤسسات قيمتها واستقلاليتها، ونرجع للمسؤولين في الدولة في مختلف المواقع قدرهم وقيمتهم، ونرجعهم للاحتكام لضميرهم. ما كنتش غلط وقت اللي حطيت أولى أولوياتي إصلاح المنظومة القضائية حتى ينتشر العدل، لأن العدل هو أساس العمران، كخطوة أولى في مسار طويل من الإصلاحات وإعادة البناء، بناء دولة القانون والمؤسسات والضمير. على كل حال، مناش باش نسلمه ومناش باش نتراجعوا، وباش نواصلوا نضالنا السلمي ومعركتنا القانونية لآخر مطاف. وكلنا قناعة أن إرادتنا باش تنتصر على إرادة الناس الخايفة من المنافسة والناس العافسة على القانون، على خاطر احنا على حق، ونستمد عزيمتنا من آلاف التوانسة اللي يزكونا، وعشرات الآلاف اللي يدعمونا، ومئات الآلاف اللي يستنوا في تغيير حقيقي وتداول سلمي على السلطة، ويستنوا أيضا في نهاية الكابوس الجاثم على صدور التوانسة. نحب هنا نطلب من كل أنصارنا أنهم ما يسقطوش في الفخ اللي حبة تطيحنا فيه غرفة العمليات، يحب يخلونا كل مرة نستنوا مرحلة جديدة، ويضيعوا علينا أسابيع من التحضير للحملة الانتخابية والتواصل مع التوانسة. نطلب منكم الكل أنكم تنخرطوا بكثافة في حملة بث الوعي والأمل حولكم،
في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية. نطلب منكم جميعا التكرم بتعمير الاستمارة، استمارة التطوع اللي باش ينشرها فريقنا مساء اليوم على الصفحة الرسمية. نحب في الختام نوجه رسالة للجهات اللي خايفة من التداول السلمي على السلطة، واللي خايفة من الصندوق وتحب تعطل الصندوق بكل الوسائل المتخلفة. التغيير راهو لصالحكم مش ضدكم. التغيير الهادئ المسؤول باش يخليكم تخدموا مرتاحين في ظل مناخات من الشرعية، من العقلانية، من الانسجام مع الشعب. ما تخافوش من إرادة الشعب لأنها تحميكم كما أنتم تحموها. ما تخافوش من حد جاي يبني مش جاي يهدم. ما تعطلوش إرادة الشعب وتخلوا عقلية الانتقام والتدمير والتقسيم والفشل تتواصل 5 سنين أخرى لا قدر الله. بصح كان صحيح. والسلام عليكم.